السلام عليكم، انا ام الضحيه. ولدي مزيود في 2008. المهم اللي بغيت نقول لكم انني تفاجات اليوم بزاف، لان واحد السيد كيجي مره تيجي لتمايا، تيجي للحومه عندنا كيدوق تيبي ما ياكل، تنخرجوا ليه داكشي اللي قسم الله. وولدي نيت اصلا هو اللي كيخرج ليه ما ياكل، تعطيه لي الوالده ديالي حيت الوالده ديالي ما كتسمعش. المهم هو يطالب منه تيقول لي عطيني شريبه، تيدخل تيعطي يخرج ليه الماء، كيشدو فم الباب، لان عندنا الباب حنايا الباب عندنا مضرق، يعني ماشي جا في الشارع، انه في واحد الصابه صغيره مضرق. صافي ملي تيعطي اسميتو تيقول لي اجي بين ندير معاك. تيسلت لي هو هذاك، تيسلت لي ولدي تيخاف تيبي يتهرب، تيقول لي تيهددو، تيقول لي الا ما شديتي راه غادي نفعل لك، غادي نضربك وغادي نقتلك وغادي، المهم ما غاديش تحت ما يسق لك الخبر، وهادشي اللي بغيت ندير ما تقولوش لشي حد. ولدي كيتخلع تيدير ليه داكشي اللي كيبغي، تيسلت ليه السروال، تيقول ليه اسكت ما تقولها لتا حد، الا قلتيها لشي حد تعاود يهددو، تيقول ليه غنقتلك وغادي نقرضك. ولدي انا كيخاف، مجرد هاد السيمانه كلها من ديك الجمعه هادشي دار لي هادشي، ولدي انا تغير نفسيا ولا كلشي، ولا تيخاف وتيتخلع. وتسولتو انني حسيت به، تسولتو تنقول ليه ما كاينش بس ما كاين، ما قدرش يقول ليا، لدرجة أنني اليوم أنني جلست ما خدمتش، جلست تفاجأت اليوم بزاف، أن جا ليت اليوم الجمعة خرج دق فعلا أنا كاينة في الدار، قال لي عطيني شريبة، خرج لي شريبة، ملي خرج لي شريبة بيدير معاه نفس الديكور. الولد من عارفني أنا كاينة غوت، وشافته السيدة من الشرجم نزلت هي تجري تتغوت، خرجت أنا تنجري هذاك السيد هرب. هرب، قلت لولدي ما كاينش بس ما كاين، بدات يعاود ليا، قال لي راه ماما كاين وكاين، قال لي راه السيد هذا راه تي جا لي ديك الجمعه وقال لي هددني وقال لي سلس سروال، قلت ليه شنو دار لك، قال لي ها اللي دار لي وها اللي دار لك. وحنا هاد السيد تنديروا فيه يعني الخير، واش في هذا الوقت الانسان ما يديرش الخير في هذا الوقت؟ يعني اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر. طبيعة الحال انا ما قدرش نصبر، لان ممكن انه يجي وعاوتاني يشدوا لي هاد الخطره يتكرفس عليه بالمعقول، او يقتلو ولا يدير ليه شي حاجه، داكشي علاش انا ما قدرتش نسكت. فعلا اتصلت بالشرطه ومشيت انايا، وليت خرجت قلبت عليه حيت انا عرفته تيكون هي تمايا الجمعه، تيدور هي تمايا، شنقت عليه حتى جات الشرطه وديناه. وباش تطلبي دابا؟ تنطلب يديروا لينا شي حل مع هذا، لان الا كان حماق يجيو للسبيطار كان بعقلو خصو يتشد، لان الا طلقوا على دار ممكن انه يتكرفس لي على ولدي، انا خايفه من لا يجي لي شي حاجه لولدي، تنطلب انهم يديروا معاه شي حل.